بدأت معايا الفكرة إن أساسا كان الموضوع احتياج لزيادة دخل أسرتي، وكان أمنية حياتي إن أنا بناتي يكملوا تعليمهم. فكانت البداية إن أنا كنت عايزة أشتغل علشان أزود بس دخل بيتي يعني. فابتدى الموضوع معايا بالفكرة دي، وبعد كده لما دخلت وتعمقت في مجال مخلفات النخيل ابتديت أحب الموضوع، وابتدت الفكرة تكبر. ما شاء الله عندنا نخيل كتير، معروفة أصلاً ببلد النخيل، وابتديت أصنع منها حاجات كتير قوي، منتجات مفيدة للمجتمع والبيئة. طبعاً أنا بشتغل مدربة، فبالصدفة كنت رايحة في جمعية من الجمعيات اللي موجودة عندنا في أسوان، فرايحة للتدريب بالصدفة، فلقيت تدريب عن فكرة مشروعك تبع جهاز تنمية المشروعات. فقلت لهم يا جماعة أنا حابة أشارك معاكم أو أدخل التدريب ده، لأني فعلا محتاجاه، لأني عايزة أكبر مشروعي. طبعا اتعلمت يعني إيه التكلفة، ويعني إيه المبيعات، يعني إيه أدير مكاني بثقة، يعني إيه مثلا أحسب تكلفتي، يعني إيه دخلي في الشهر، الشكل القانوني للمكان بتاعي، ويعني إيه شراكة وغير شراكة. أنا دخلت في الدروب بداية ووقعت في حاجات كتيرة طبعا، لأن أنا بدأت المشروع بشكل عشوائي بدون أي وعي أو علم. لكن لما خدت التدريب فرق طبعا كتير معايا. أولا وثقت مشروعي، وقفت على أرض ثابتة، كنت بخاف أخد قرض، لا دلوقتي أنا خلاص أنا أقدمت وخدت قرض علشان أكبر مشروع، أنا عارفة إزاي هسده وعارفة إزاي أنا أكبر مشروع. النهاردة أنا كنت بعمل الحاجة لوحدي، بعدين ابتدى المشروع يكبر وبقى محل، والمحل بقى مركز كبير للتدريب وتصنيع المنتجات الجلدية، يعني اعتبر زي مكانة مصنع صغير أو ورشة صغيرة، وبكرة إن شاء الله هيكبر وهيبقى مصنع كبير ويبقى أول مصنع في أسوان بأمر الله تعالى. يعني إن يعملوا لنا التيسير، بس التيسير إن إحنا إزاي في المعارض تبقى بسعر ميسر شوية، ونوصل للمعارض الخارجية إزاي برا مصر، لأن أنا عارفة كويس خالص وواثقة إن الشغل ده يتصدر برا مصر. ليه مصر ما تتحطش على قائمة التصدير، إن بلد مصدرة للمنتجات اليدوية في العالم؟ ليه إحنا عندنا أيادي تتلفف حرير، وأيادي يعني بتعمل ذهب في جميع مجالات كتيرة في الأشغال اليدوية.